يلا انا بريكورد طبعا عشان ابعته لكم على التليجرام، عشان لو في اي حد عنده اي مشكله يراجع الدرس تاني. احنا النهارده هنشرح الدرس تمام. الثالث من المحور الاول، والدرس ده مهم جدا وفيه شويه معلومات كده كتيره شويه، فالمعلومات دي منقسمه، فاحنا كل ما نشرح جزء اسالكم فهمتوا ايه منه، عشان بس ناكد عليه قبل ما ندخل في الجزء اللي بعده. تمام. اول حاجه بنتكلم عنها هو ان احنا عندنا حاجه اسمها تكنولوجيا مستقبليه. طب يعني ايه كلمه تكنولوجيا مستقبليه؟ التكنولوجيا المستقبليه هي تكنولوجيا متطوره جدا او احدث اصدار من منتج معين، فبنقول عليها تكنولوجيا ايه؟ مستقبليه. تمام. من ضمن التكنولوجيا المستقبليه دي الذكاء الاصطناعي والواقع المعزز والواقع الافتراضي. طب يا مس، احنا شرحنا المرة اللي فاتت الذكاء الاصطناعي، طب ايه الواقع الافتراضي وايه الواقع المعزز ده؟ هنشرحهم دلوقتي. الواقع الافتراضي او الفيرتشوال رياليتي او الفي ار ده عبارة عن بيئة كاملة افتراضية، يعني كل حاجة حواليك هي مش حقيقية، فبالتالي الواقع الافتراضي ده بيسمح للمستخدمين باستكشاف محيط افتراضي ثلاثي الأبعاد وكمان التفاعل معاه. يعني بمجرد ما احنا بنلبس سماعات رأس الواقع الافتراضي اللي هي قدامنا في الصورة هنا دي، بنقدر ان احنا نحجب الحياة الواقعية، يعني ما نشوفش اي حاجة خالص من العالم اللي احنا عايشين فيه، بس بنشوف حاجات تانية في عالم تاني اسمه العالم الافتراضي. تمام؟ عندي منه يعني ايه؟ عندي منه يعني انتوا ما ينفعش تطلعي بره الدوارين، ما نعرفش نتحكم فيه بس من غير ايدين اوكي، يعني، بتقدر ان فاهمة؟ انت تتحرك فيه وبتقدر ان انت تلف فيه وبتقدر ان انت تعمل اي حاجة جوه العالم الافتراضي ده، وطبعا يعني لو في جلوفز او كده فبتقدر كمان ان انت تلمس الحاجات اللي موجودة. مش بس في ناس بيقولوا ان في فترة معينة لازم الواحد يقضيها جوه العالم الافتراضي، لو زادت عن المدة ده يصاب بالجنون، يصاب بالجنون. والله يعني على حسب اصلا معرفتي، فانا ما عنديش نظارات الواقع الافتراضي دي، فلما بستخدمها او لما بروح مكان ونستخدمها اكيد مش بتزيد المدة دي عن نص ساعة. صراحة ما جربتهاش. بس زي ما انت بتقول هي فعلا فعلا ممكن تخلي الانسان يصاب بالتوحد او يصاب بالانعزال او يصاب بحاجات كتير جدا، بس ما ننساش ان هي برضو ليها مميزات. خلوا بالكم بعيدا عن اللي موجود في الدرس، فهي ليها مميزات اكتر بكتير، زي مثلا العلاج النفسي. يعني مثلا لو حد عنده فوبيا من حاجة معينة فهما بيستخدموا نظارات الواقع الافتراضي ده عشان يخلوه يمر بالتجربة دي بطريقة سلسة وسهلة، ويفضلوا يمرنوا عليها اكتر من مرة في العالم الافتراضي ده. فلا، هي ليها مميزات وليها عيوب. احنا بقى النهاردة هنتكلم عن مميزات. هنا مثلا بيقولك ممكن ان انت تستخدمها في الفصل، لو بتدرس درس عن عالم الحشرات فانت ممكن تروح للعالم بقى الافتراضي ده، تشوف الحشرات وتشوف طريقة حياتها وتشوف العمليات اللي هم بيعملوها جوه العالم بتاعهم. او مثلا ان انت لو بتدرس حاجة عن الذرات فانت ممكن تدخل جوه العالم الافتراضي وتشوف الذرات من جوه وتشوف المكونات للعناصر من جوه. او زي مثلا ما مصر والسعودية عملوا ان هم عملوا واقع افتراضي للاماكن الاثريه اللي موجوده عندهم، بحيث ان انت ممكن من على الانترنت باستخدام نظاره الواقع الافتراضي ان انت تنتقل الى متحف او موقع اثري او المسجد النبوي او الاماكن دي كلها، بقى معمول لها دلوقتي واقع افتراضي على الانترنت. اتفضل يا محمد. تميس، تعرفي ازاي اصلا اغير انا الشكل؟ انا قولي كده تاني معلش عشان ما سمعتكيش. انا عندي دي وبيجيلناش غير شكل واحد كده بقى، كأننا في عالم كده. بتحملي حاجة من على الانترنت يا كوكي؟ بتحملي وورلدز تانية من على الانترنت، تمام. يعني بتوصليها بالانترنت وبتحملي عليها بقى اللي انت عايزاه. اتفضل يا محمد، كنت رافع ايدك. مفيهاش زرار او غير، مفيهاش غير فتحة شاحن نحط فيها الشاحن عشان نشحنها، لما اكيد فمش عارفة. ما اكيد فتحة الشاحن دي ممكن توصل للكمبيوتر، تاس ما فيهاش ميموري او حاجة، يعني ما فيهاش ميموري او كارت ميموري او حاجة.
بصوا التليفون ما رضاش يعمل لنا واحد بس، يعني نحاول احنا بقى لا نسلم كله للأمانة أنا مش بجنوش. عارفة يعني. قول يا محمد. انا اسف كنت رافع يعني بالغلط. أصلا طيب، طيب حد عنده أي مشكلة في الواقع الافتراضي؟ ممكن. حد عنده أي سؤال في لا الواقع مش، الافتراضي؟ لا مش، جميل جدا، ده انت شطار بقى، دي حاجة غريبة عليكوا أساسا. شكلها حضرتك هتسألنا الرصاصة دلوقتي. في الجبهة. طلابي بقى الشطار، حد يشرح لي ايه هو الواقع الافتراضي؟ ألو طلابي. افتراضي زي نظارة، اسمها ايه؟ 3D، ايه اسمها؟ ايه نظارة؟ انا شخصيا مش عارف اسمها. طب طب ثانية واحدة، هو اللي يشرح مش قولي يا حبيبي. حبيبة رفع ايدك. هي انت بيئة مجنونة. هي بس بيئة افتراضية ثلاثية الأبعاد، بتسمح للمستخدمين باستكشاف محيط والتفاعل معه وكأنه جميل، حقيقي، حلو جدا. اللي باستخدام فهمت سماعات رأس، معاك على شباب باستخدام أعتقد، سماعات رأس. أعتقد يعني إن أنتوا سامعين إن في حد بيجاوب، صح؟ طيب اظبطوا نفسكم بقى. مش ماشي طب انا عايز اجاوب، طب ماشي، ما هي باستخدام بتتكلم، لو انت سماعات عايز رأس. تجاوب بترفع ايدك، مش بتتكلم في وسط ما هي بتتكلم. حاضر. ماشي نعديها المرة دي، كملي. بس سألت انا خلصت. طيب هو في بس نقطة بسيطة، اللي هي ان احنا بيتم حجب الواقع الحقيقي عننا علشان ندخل في الواقع الافتراضي. قولي بقى يا عبد الله، ممكن نستخدمها في ايه؟ الواقع الافتراضي يس في الفصل او الاماكن ايوه الاثريه. برافو عليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. طيب اشرح لي كده يا عبد الله، استخدمها في ايه في الفصل؟ في رؤية عالم الحشرات او حجم الذرات عشان نقدر ان احنا ندرسها عن قريب. يعني برافو عليك. طيب حد يشرح لي بقى بنستخدمها في ايه في المواقع الأثرية؟ انا يا مس قول ميس محمد مجد، اتفضل. يمكن استخدامها لزيارة المتاحف البعيدة او الانتقال الى مواقع اثرية قديمة. حلو، تعالوا نشرح الجزء اللي بعده ونسأل ناس غير حبيبة وعبد الله ومحمد. خدوا بالكم كده، يارا يارا ومحمد حمادة ومحمد ومريم، ما جاوبتوش وهتجاوبوا في اللي جاي. تمام انا بس عادي بنبهكم. يا عادي عم يا مس، يا عم عادي، انا عارفة ان انتي واثقة من نفسك. جدا يا مس. ماشي يا يارا، ركزي بقى. الحاجة التانية اللي عندنا وهي برضو من التكنولوجيا المستقبلية هي الواقع المعزز. طب يعني ايه مس واقع معزز، وايه الفرق بينه وبين الواقع الافتراضي؟ الواقع المعزز دي حاجة مميزة جدا جدا جدا، لأنه بيخليك تشوف حاجات كأنها موجودة في العالم الحقيقي بتاعك. يعني بدل ما انت بتنتقل من عالمك لعالم افتراضي، لا انت لسه موجود في العالم الحقيقي بس في شوية عناصر اتضافت عليه. حد فيكم فاكر كده كان في لعبة مشهورة من كام سنة اسمها بوكيمون جو؟ بوكيمون أنا عرفتها سمعت؟ بس ما لعبتهاش. أنا عارفها بس بس ما سمعنا لعبتهاش. عنها كلنا، صح؟ كانت الناس عشان بتصور. طلعت فيروس، مس عشان طلعت فيروس وفيروسة الجهاز بتاعي. ماشي، كانت الناس بتصور أوضتها وتصور الشارع وتصور البيت وتصور كل حتة عشان تدور على بوكيمون، صح؟ ما دخلتش بكتشف، بوكيمون. طيب هل ما كان في دخلتش حد، بكتشف. هل في حد فيهم كان فعلا فيه في أوضته أو فعلا كان فيه في الشارع بتاعه بوكيمون، ولا ده من الواقع المعزز؟ ده من الواقع المعزز. يبقى بوكيمون ده دي مش كده كومي. كانت حاجة متضافة على الواقع الحقيقي. يبقى كده نعرف إن الواقع المعزز هو يجمع بين العالم الحقيقي والواقع الافتراضي، بحيث إن احنا بنضيف صور
ممكن تكون صور ثلاثية الأبعاد أو صور باستخدام الكمبيوتر بنضيفها على الواقع الحقيقي بتاعنا. طبعا الناس كانت ممكن تستخدم في حاجة زي دي التليفون بتاعها عادي اللي هو الهاتف الذكي، أو ممكن نستخدم التابلت، ممكن نستخدم أي حاجة فيها كاميرا. تمام؟ تمام. تمام يا شباب، حد عنده أي مشكلة؟ لا مش لا. شكرا. تمام، يبقى احنا أول حاجة محتاجين إن احنا نعرفها هو إن الواقع المعزز بيجمع بين العالم الحقيقي والواقع الافتراضي، وكمان هو بيعرض نموذج ثلاثي الأبعاد أو صور ثلاثية الأبعاد جوه العالم الحقيقي. طيب ده مفيد في إيه؟ ده مفيد في إنه بيخلي التلاميذ يكونوا نشيطين في عملية التعلم وبيرسخ المعلومات جوه أذهانهم. زي مثلا لو احنا قاعدين في حصة رياضة ولقينا إن احنا الحاجات ثلاثية الأبعاد زي المكعب والأسطوانة وكده موجودة قدامنا بشكل إن احنا عارفين نشوفهم، فده بيكون أفضل. في الكتاب بتاع سنة خمسة في العلوم عاملين لهم الواقع المعزز ده بحيث إن هم مثلا لو عندهم درس عن الحرباية فبيقدروا إن هم يسكانوا كيو آر كود وبيشوفوها قدامهم كأنها 3D أو كأنها ثلاثية الأبعاد. فده طبعا مين؟ بيخلص. نعم، رابعة. وفي سنة خمسة برضه. ايه ده؟ اه والله يا احنا بنتي، انا بس برضه الموضوع ده مش منتشر في الكتب بس، ده في بعض الألعاب بيجي معاها برضه زي سكار اللي بالظبط حضرتك قلت عليها، بيمسحوها بتبان على التليفون من صح الآخر. فعلا، مش بس في الكتب او مش بس فايدتها في التعليم، ده هي ليها برضو فوائد في الالعاب، في صناعة الالعاب، وليها فوائد طبعا تانية في معظم يعني المجالات. عادي ممكن احنا نستخدم الواقع الافتراضي والواقع المعزز. المهم، ممكن نبص دلوقتي على الواقع المعزز دقيقتين. تقييم انا مس ايه؟ هطلع يا مس بص عن الواقع الموقع المعزز تحت نظرتي وقعت. انا هتجاوب، يعني هتجاوب ما تتلككيش بقى. يارا ومريم مش معلش ومحمد ومحمد هو معلش، ممكن محمد يقول لي هو اسمه محمد ايه؟ لان احنا كده عندنا 3 محمد. محمد محمود تمام، محمود محمد مجدي. طيب يلا خلاص، بصيتوا عليها؟ اه ماشي، رزقناها. نبدأ بمريم. اشرحي لنا يا مريم ايه هو الواقع المعزز؟ فيلم بس ايه؟ مريم؟ هو يجمع بين العالم الافتراضي والعالم الحقيقي، جميل، طب بيعمل كده من خلال ايه؟ يعني ايه اللي بيطلع لك قدامك؟ صور ايوه، الصور دي بتكون عاملة ازاي بقى؟ بتكون على الكمبيوتر. طيب هسألك سؤال تاني، هل الصور دي بتكون زي صورنا اللي موجودة على التليفون عادي؟ لا، بتكون صور. تكون صور ايه يا محمد؟ اي محمد يمس محمد محمود. الصور على الهواتف الذكية او الهواتف المحمولة. او احنا نقدر نشوفها من خلال الهواتف الذكية او الهواتف المحمولة او جهاز اللوحي. بس نوع الصور دي كان ايه يا يارا؟ صور الكاميرا، صور الكمبيوتر. يا ولا، طيب حد عارف يا جماعة نوع الصور دي كان ايه؟ محمد مجدي. انا قول يا محمد يا مجدي. ثلاثي الأبعاد. جدع، هذه تفاوضا خلاص يا يارا، انا سألتك وانت ما عرفتيش. فعلا نوع الصور دي كان صور ثلاثية الأبعاد. طيب محمد محمود، قولي ايه ممكن تكون فايدة الواقع المعزز؟ ينفع المرايف شغلها؟ أنا لا، لو ما عرفش محمد حماده هو اللي هيقول.
محمد محمود. مش بعد حضرتك، لو محمود مع لو محمد محمود ما عرفش، محمد حمادة هيجاوب. لو محمد حمادة ما عرفش يبقى انا اللي هجاوب، لان انا رافع ايدي. بجد والله ايه قلته رايك؟ في فات الصفحة اللي محمد فاتت. محمود. مش عارفة الصورة. بتقول ايه؟ انت معانا؟ ايوه يا مس، طب انا بسألك، بقولك ايه ممكن تكون فايدة الواقع المعزز؟ طب قولي يا يارا. بيساعد التلاميذ ليصبحوا مشاركين ناشطين في التعلم. تمام، برافو، خلاص كده. تعالوا بقى نكمل عشان الوقت. يلا مسو، في بينا. نقطة إضافية، اتفضل. ينسخ المعلومات المكتسبة في أذهانهم. ماشي زي الفل. بس عايزة حضرتك الجزئية اللي حضرتك بتشرحها دلوقتي دي حضرتك سأليني منها. ماشي لا ده انا احتمال ما اسالش اصلا فيها، لان الوقت خلاص كده بيخلص مننا. تعالوا بس طب نكمل. اتفضل، طب تعالوا بس نكمل وبلاش تعطيل تاني. يلا الحاجة اللي بينا. هنتكلم عنها بعد كده هي الذكاء الاصطناعي. وطبعا احنا اخدنا المرة اللي فاتت الذكاء الاصطناعي ان هو قدرة الكمبيوتر على التفكير والتعلم والاستنتاج، يعني ان انا ادي للكمبيوتر مجموعة كبيرة قوي من البيانات يقدر من خلالها ان هو يتعلم ويفكر، ولما اديله حاجة جديدة عليه يقدر ان هو يستنتج. يبقى الحاجة دي اسمها ايه؟ ذكاء اصطناعي. تمام معايا؟ ايوه يا مس. تمام. زي مثلا من أمثلة الذكاء الاصطناعي هي الهواتف، الهواتف الذكية، يعني النظام اللي فيها اللي هو نظام التعرف على الأوجه، ده كده من ضمن الذكاء الاصطناعي. تمام يا شباب. تمام. يبقى أنا كده من خلال اللي أنا قلته من شوية عرفنا إن الكمبيوتر بيتعلم من خلال الأمثلة المتوفرة، لان انا لسه قايل لكم من شويه ان احنا بندي للكمبيوتر مجموعه كبيره من المعلومات بيقدر ان هو يحللها ويفهمها ويتعلم منها، علشان يقدر ان هو يستنتج حاجه جديده. من ضمن الحاجات دي هي برنامج الرسائل الالكترونيه اللي على الهواتف الذكي، ان هو لما انت بتكتب كلمه بيقدر ان هو يكملها لك، او بيقدر ان هو يقول لك انت احتمال تكتب ايه بعدها، مش كده؟ صح يا شباب؟ صح نعم؟ يا مس، صح يا مس. بتتكلموا؟ لو في حد بينام يقولي. لا انا مش نايم. لا مش دايما بيكملها، ده في الواقع بيكملها صح يعني. هو بيكملها بالشكل اللي انت دايما بتكتب بيه. نكمل يا جماعة. هو احنا كده اخدنا ان احنا عندنا حاجة اسمها التكنولوجيا المستقبلية، وان التكنولوجيا المستقبلية دي بتساعد على تحسين الحياة اليومية، من ضمنها الواقع المعزز. ونقول ازاي دلوقتي ان الواقع المعزز بيساعد ذوي الهمم؟ الواقع المعزز بيساعد ذوي الهمم من خلال مثلا ان هو لو عندهم افراد اسرتهم وهم ضعاف البصر، فبيقدر ان هو يقربهم او يخليهم يشوفوهم عن قرب. او مثلا الذكاء الاصطناعي بيخلي ذوي الهمم يقدروا ان هم ينجزوا المهام اليومية بتاعتهم من خلال المساعدين الشخصيين الافتراضيين زي أليكسا وسيري. بيقدروا مثلا ان هم يخلوهم يعملوا لهم الاتصالات الهاتفية، او ان هم يستخدموا الصوت بتاع من خلال ان هم يستخدموا الصوت بتاعهم من خلال الصوت او لغة الإشارة عادي. هناخد كمان شوية كده. دي طبعا شوية حاجات بعيدة شوية، يعني ده بيقولك ان اتعمل دلوقتي روبوت على شكل مكنسة كهربائية بيتجنب السلالم، ولو انت حاطط فرش كهربائي ده طبعا من خلال حاجة اسمها المستشعرات، ان هي بتحس
بإن في حاجة قريبة منها زي سلم أو فرش، ودي طبعا من ضمن الذكاء الاصطناعي. وفي كمان من أمثلة الواقع المعزز تطبيق بيظهر لك ايه ممكن تحطه في المنزل بتاعك، فالتطبيق ده اسمه هاوس، علشان انت تتخيل ايه ممكن يكون احسن شكل للفرش بتاعك او الالوان بتاعته. او ممكن ان انت تزور قاعة توت عنخ آمون زي ما انا لسه قايلة، من خلال وزارة السياحة والآثار عملت دلوقتي حاجات افتراضية بتقدر ان انت تزورها. حد عنده اي سؤال؟ انا لا يا محبتش مستر، اسمع. شكرا. ما عندنا بقى، يجي بصفحة 22، ابعت لكم على الجروب برضو. ايش انا ما فهمتش ما فهمتيش ايه الحتة الأخيرة. ده؟ الحتة الأخيرة دي مش شرحة أصلا، يعني أنت مش مطالبة حتى إن أنت تذاكريه. ده بس بيقولك إيه، لو أنت حابة تتسلي كده في وقت فراغك، ادخلي على اليوتيوب وشوفي المكنسة الكهربائية، أو شوفي مثلا الروبوتس، فاهمة؟ أو شوفي المواقع الأثرية بس، يعني فاهمة؟ مش قصده إن أنت لازم تحفظي إيه هي الحاجة اللي بتعمل كده، لأ لأ. ماشي يا روحي. عندكم واجب صفحة 22. تمام. تمام يا شباب، يلا مع السلامة. لميس